طيب، صباح الخير يا شباب. بدنا نحكي في الستيبس تبعت المين ماكس الجوريثم المرة الماضية، وحكينا انه في عندي اربع مصطلحات ترمينولوجيز اللي هي الانيشال ستيت، السكسسور فانكشن، التيرمينال واليوتيليتي. وحكينا انه الانيشال ستيت هي عبارة عن انه شكل البورد في بداية اللعبة، في حالة التيك تاك تو كيف شكل الانيشال ستيت؟ بورد فاضية. في حالة الشطرنج بورد مختلفة أكيد بطبيعة الحال، إنه عندك الأحجار تبعت الشطرنج إنه مصفطة بالطريقة المعروفة. تمام. السكسسور فانكشن إيش بترجع لك؟ بترجع لك البوسيبل أكشنز. في حالة التيك تاك تو حكينا إنه أنت كم أكشن محتمل؟ 9. في حالة الشطرنج حكينا تقريبا 35. والتيرمينال هو عبارة عن آخر مستوى. تمام. بيكون انه انت عندك اللعبة بتسكر او بتخلص زي ما انت شايف هنا في التيك تاك تو. واليوتيليتي هي عبارة عن ايفاليويشن لحالة هذه البورد، يعني هنا ماينس واحد انه الاو هو اللي فاز، انا خسرت، فبالتالي هنا ماينس واحد. هاي لا انا ولا هو، زيرو. وهاي عملت ستريت لاين هيك شايفه، فبالتالي هنا انا اللي فزت. تمام. وحكينا انه هدول الستيبس انه بدي اطلع، انه بدي اعمل اكسباند لكل الشجرة، وبدي احط الادوار قدر روت من الماكس، من ماكس، من دورو، دوري، دورو، دوري، لغاية اخر مستوى في الشجرة. وبعديها من التيرمينال، تمام، ببدأ احسب وبطلع فوق. يعني هنا هاي التيرمينال بدي احسب هنا قديش القيمة اللي هنا، مدام من حاخد اقل قيمة من هدول، 3 ولا 5 ولا 10، 3. وهنا 2. المستوى اللي بعديه ماكس، مين الماكس من 3 و 2؟ 3. تمام. ولو كان اكثر من مستوى بدي اسويه بهاي الطريقه. زميلكم سأل المره الماضيه انه هذه الارقام احنا من وين بنجيبها؟ احنا هنا فرضينها فرض وبدنا نطبق المين ماكس، ولكن انه في سلايد لاحقة بدنا نشوف كيف انه احنا ممكن نصمم الـ evaluation function للعبة معينة، لانه هي محل اسئلة. تمام. نيجي، هذا مثال كان لأكثر من مستوى مرينا عليه، صح؟ تمام. هنا نشوف الخصائص، انه تبعت المين ماكس complete yes اذا كانت الـ tree finite، optimal yes، الـ time complexity b مرفوع على القوة m، والسبيس كومبلكسيتي بي ام. طبعا هذا الكلام لا تيك تاك تو ماشي حاله، لكن اذا كانت الشجرة كتير كبيرة مشكلة عندي. يعني اي حاجة انت بتكون في عندك فيها باور بطلع انت عندك الناتج كبير، فانت عندك هنا البي 35 في التشيس والدي 100، معناها 35 مرفوع على القوة 100 بطلع عندك هيوج نمبر، فعشان هيك التايم كومبلكسيتي في مشكلة فيه. تمام. والسبيس كومبلكسيتي ان انا عندي بي في دي محطوط سمايلي بس صغيره، يعني انه ماشي، اي نعم انه حاصل الضرب كرقم اقل من الباور، ولكن بضله انه السبيس انه نوعا ما كبير. فبالتالي بدي اسال سؤال، انه هل انا فعلا محتاج انه انا اطلع على كل مسار في الشجره في التري؟ تمام. فليش ما نفكر في مفهوم البرونينج؟ ايش هو البرونينج؟ تقليم، انه انا بدي اخذ برانش كله بالكامل، تمام، بدي اشيله، واذا شلته ما بيأثر على الفاينل ديسيجن. هل في فعلا افرع زي هيك؟ اذا انا قدرت افرع زي هيك انه انا الاقيها، مع ذلك انه انا ممكن اطبق المين ماكس الجوريثم على العاب زي التشيس، لانه الشجره تبعتها كتير كبيره. تمام. هاي الفكره في الموضوع. طبعا هنا هذا الكلام انه يعني انه شرح لهذا للكلام اللي انا حكيته، انه بناء على الليجل موفز البرانشز هي عباره عن الليجل موفز، فبالتالي انت ممكن برانش معين انه تعمل له ديسكارد بدون ما ياثر على الفاينل ديسيجن، وهذه العمليه بنسميها برونينج. والفكره تبعتها انه بس اصغر الشجره عشان انه اقدر اطبقها على العاب الشجره تبعتها كبيره. طيب، حاجات البرونينج هذا اللي احنا راح نستخدمه، في اكثر من طريقه للبرونينج، لكن الطريقه اللي احنا بدنا ندرسها اسمها الفا بيتا برونينج.
ايش الفكره تبعت الالفا والبيتا؟ بده يكون في عندي تو باراميترز الالفا والبيتا، وبدي اعتمد عليهم انه انا اعمل برون ولا لا، اقص ولا لا. تمام. عشان نفهم مفهوم انه انا ممكن استثني برانش بدون ما ياثر على الفاينل ديسيجن، فكر معي. انا عندي هنا هاي التري، انا عندي هادي هو عبارة عن ماكس لثلاثة نود، هاي وهاي وهاي، هاي هاي وهاي وهاي، ثلاثة تيرمز. والنود هاي عبارة عن من لثلاث أرقام، هاي من ثلاثة خمسة عشر. تمام. وهنا من A B، بدي أفتر الجدل إنه هدول النودز أنا بعرفش القيمة تبعتهم، واللي أنا أصلاً بدي أعملهم بروني، حشوف إنه هل بيأثروا ولا لا. فهل هادي A وهادي B. تمام. والتالتة 2 و7 و3، هيا 2 و7 و3. طبعا نتيجة المن 3 5 10 قديش؟ 3 هيا. ونتيجة ال2 والA والB بدي أقل قيمة بين ال2 والA والB، قديش راح تكون؟ مش عارف، سي بسميها سي. وبدي أقل قيمة من 2 و7 و3، 2. هل بقدر أقول إنه الماكس 3 3 ولا سي ولا 2؟ قد تكون سي وقد تكون 3. طيب لو فكرت في الموضوع، يعني مستحيل، لأن 2 في الـ بين الـ A والـ B هي المينيمم، راح تكون أقل منها في الـ، يعني هي قد تكون أقل إجادة أو قد يكون أقل منها. هجت من A و B، 2 A B، احنا افترضنا انه هي عبارة عن C، صحيح C انه اصغر من، صحيح هتكون رقم اصغر من او تساوي الاثنين، لا محالة. تمام. انا عندي ال A وال B مش معروفات، صحيح. تمام. لكن المينيموم حيكون يا اما تكون ال A وال B اصغر منهم. تمام. فبالتالي انه هذا الكونديشن بيكون ترو. تمام. او تكون انه اكبر منهم، فبالتالي انه الكونديشن بيكون يساوي سي، بتساوي 2، يا اصغر يا تساوي. تمام. والماكس راح يكون، فبالتالي الماكس بين الثلاثه ورقم اصغر من او تساوي الاثنين، واثنين قديش ممكن بكل اريحيه اختاره ثلاثه. واضح مفهوم انه انا ممكن ازيل برانش بدون ما ياثر على الديسيجن. قلت هاي في الحاله هاي فقط، ممكن يكون الأكبر من أرى، يعني المينيمم يكون أربعة أو شيء زي هيك. فعشان هيك أنا بدي أستخدم الباراميتر ألفا وبيتا، وبدي أعمل برون في حال فقط، وين الشرط؟ إنه الألفا أكبر من أو تساوي البيتا. حنظبطها، بس إحنا بنحكي ككونسبت إنه برانش بنشيله ما بيأثرش على الفاينل ديسيجن. كيف يعني بيأثرش على الفاينل ديسيجن؟ إنه هنا ثلاثة، طبعا انه هنا احنا اخترنا انه اقل من او تساوي 2 تل و2. تمام. هجيت بدك تختار الماكس 3 ولا رقم اقل من او تساوي 2 ولا 2؟ 3. هذا الكلام اثر على الفاينل ديسيجن؟ لا. تمام. طبعا هذا الكلام انه صياغه، او يعني هو الحكي اللي احنا حكيناه، انه السي هي عبارة عن رقم اقل من او تساوي الاثنين، فبالتالي بكل اريحية ممكن نقول الماكس 3 سي 2 بتساوي 3. خلينا ناخد شوية تعريفات قبل ما نشوف الالجوريثم. ايش الالفا؟ الالفا هي عبارة عن افضل رقم للاعب ماكس لغاية الان، معنى ذلك انه بيصير له ابديت باستمرار. والهدف انه نخلي القيمة هذه اعلى ما يمكن. يبقى بدي احط في ذهني الفا يعني ماكس، هيك فهمها. تمام. والبيتا هي البست تشويس سو فار للمن، مرتبطة بالمن، وقديش القيمة تبعتها، وايش الهدف؟ انه نخلي القيمة تبعتها اقل ما يمكن. تمام.
واضح يا شباب؟ معايا؟ في كل نوت لازم اخلي عيني على الالفا والبيتا، على قيم الالفا والبيتا عشان اقرر اعمل برون ولا لا حسب الشرط اللي حنشوفه في السلايد الجاي، تمام؟ فبالتالي الالفا بصير لها ابديت متى؟ في دور الماكس، ما دام هي مرتبطه في الماكس بصير لها ابديت فقط في دور الماكس، والبيتا نفس الشيء، البيتا بصير لها في دور المين ابديت، تمام؟ وبدي اطلع على الشرط، بدي اخلي عيني على الالفا والبيتا دائما عشان اقرر انه اعمل برون ولا لا. نشوف الالجوريثم ستيبس. طبعا هذا من ماكس الجوريثم ود الفا بيتا برونينج اللي احنا اخذناه قبل، من ماكس الجوريثم فقط بدون برونينج. هذا نفس الالجوريثم ولكن من ماكس ود من ماك ود الفا بيتا برونينج. طبعا هنا بحتاج للبارامترز هذول ان اعملهم انيشلايزيشن، فعمل انيشلايز للالفا ماينس انفينيتي والبيتا بانفينيتي. شو السبب؟ انه انا بدي اعتبرهم الورست بوسيبل كيسز. احنا حكينا انه انا بدي الالفا اعلى ما يمكن والبيتا اقل ما يمكن. ايش الورست كيس؟ الفا ماينس انفينيتي والبيتا انفينيتي، تمام؟ عشان انه هي عبارة عن زي كأنه سيرش، فانت يعني انت بدك توجد اكبر رقم في الري، فبتروح انت بتفترض الرقم اللي انت بتدور عليه اصغر ما يمكن، تمام؟ ماينس رقم كبير، هاي الفكرة في الموضوع. تمام؟ ايش الكونديشن تبع البرونينج؟ انه الفا اكبر من او تساوي البيتا. في كل نود بدي اتطلع واعمل ابديت للالفا والبيتا واقرر انه نعمل برون اذا كان الالفا اكبر من او تساوي البيتا، غير هيك لا، بخلي البرانش، تمام؟ يبقى هنا الانيشاليزيشن انا عندي الالفا بتساوي ماينس انفينيتي والبيتا بتساوي انفينيتي، هذه الخطوة الاولى، تمام؟ وهذا الشرط تبع البرونينج. هجيت هنا start assigning value للالفا والبيتا في الروت. هجيت باجي بفحص الشرط، الالفا قديش؟ minus infinity. هل هي اكبر من او تساوي الانفينيتي؟ false، فبالتالي بعمل شبرون. هجيت بروح بحمل هذه القيم للتشايلد نود وببدا من اليسار. شو معنات هذا الكلام؟ برجع هنا انه هذه القيم تبعت الالفا والبيتا، باجي هنا بقول الالفا بتساوي ماينس انفينيتي والبيتا بتساوي انفينيتي، تمام؟ بعديها بروح بستخدم اليوتيليتي فانكشن للتيرمينال ستيت وبعمل ابديت للالفا والبيتا حسب اذا كانت انه انا بعمل من او ماكس، تمام؟ وهنا في هذه الحاله بعملش برون لانه الكونديشن بيضله نفس الشيء، تمام؟ خلينا نشوف هنا زي ما حكينا انه الانيشال فاليو انا عندي الفا وبيتا ماينس انفينيتي وانفينيتي، نقلت القيمة تبعتهم هنا لتحت. ما دام أنا بطبق من أول نود بقارنها بإيش؟ أنا بعمل من ولا ماكس؟ من، يبقى بقارنها بإيش؟ بالبيتا. ثلاثة ولا إنفينيتي؟ من المينيموم؟ ثلاثة. بأخذ الناتج بطبقه على النود هذه. ثلاثة ولا خمسة؟ ثلاثة. باخذ الناتج وبطبقه على النود هذه. 3 ولا 10؟ 3. بعمل ابديت للبيتا. ليش؟ لانه هي في دور المين، قديش البيتا صارت؟ 3 والالفا ماينس انفينيتي. بنقل هذا الكلام للنود او المستوى الاعلى بس بعكس الامور. يعني الالفا بتصير هي الثلاثة والبيتا بتضلها زي ما هي، يعني باخذ انه قيمة البيتا هنا باخدها للألفا،
تمام؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ اي خطوة؟ انه لما صارت البيتا كيف؟ لانه انت بتعكس الادوار، حقيقة انت عملت ابديت للبيتا بتاخد القيمة هذه، مدام انه دور الماكس بتصير قيمة الالفا مش قيمة البيتا، بتتبدل مدام انت هنا ماكس. في المستوى الاعلى بتعمل العكس، تمام؟ طيب حقيقة قديش حكينا انه الالفا ماينس انفينيتي والبيتا 3، هل الماينس انفينيتي اكبر من او تساوي الثلاثة؟ فولس، يبقى هذا بعمل شبرون ولا واحد منهم. طيب حلقيت الالفا 3 والبيتا انفينيتي على الروت طلعناها فوق، تمام؟ برضو نفس الفكرة، بعمل برون 3 اكبر من او تساوي انفينيتي برضو فورس. لاحظ انه الكونديشن بفحصه في كل نود، كل ما يصير في عندي ابديت بروح بفحص النود انا عندي، تمام؟ بعديها بروح باخد هذا الكلام بنزله وين؟ على السنتر نود. وين السنتر نود؟ ارجع لي على الرسمة الأساسية، هذه الليفت وهذه السنتر وهذه الرايت موست. هنا ايش حكى لك في الأول؟ نطبق هذا الكلام على الليفت، تمام؟ طبقناه، وبعديها الخطوة اللي بعديها بدك تطبقه على وين؟ على السنتر نود، تمام؟ سنتر نود ايش بدنا نحسب؟ من 2 وانفينيتي. هاي طلع لي على الشجرة، هنا قديش الالفا؟ اتفقنا صح؟ صحيح معايا الالفا 3 والبيتا انفينيتي، تمام؟ هنا الاثنين مع مين بقارنها؟ من مع البيتا 2 ولا انفينيتي؟ 2. باخدها 2 ولا 8؟ 2. 2 ولا 2 ولا 19؟ 2. بعمل ابديت للبيتا، بدل ما هي صارت انفينيتي صارت قديش؟ 2. طبق الكونديشن، هل الثلاثة أكبر، هل الثلاثة أكبر من أو تساوي 2؟ صحيح، يبقى هذا بعمل له برون ديسكارت. ليش؟ لأنه لازم تضلها قيمة أنا عندي هنا تطلع فوق 2، تمام؟ يبقى أول واحدة القيمة تبعتها هي اللي بطلعها فوق، تمام؟ و هدول بعملهم ديسكارد. فبالتالي إنه تخيل أنت عندك كمان في عندك 5 تفريعات، فبالتالي هدول أنت بتعملهم ديسكارد بالضبط. تمام؟ يبقى الالفا 3 والبيتا 2، فبعمل برون للسكند والثيرد تشايلد نود اللي هم التيرمينال، تمام؟ ليش؟ لانه البيتا الالفا اكبر من البيتا. هاجيت الالفا في الروت بتضلها 3، ليش؟ لانه 3 اكبر من او تساوي 2، تمام؟ بروح بحمل هدول القيم وين؟ بوديهم على الرايت موست تشايلد نود اللي هي وين؟ في الشجرة هاي. بطبق نفس الكلام، انفينيتي ولا 2؟
تمام؟ اثنين، اثنين ولا سبعة؟ اثنين، ثلاثة ولا سبعة؟ اثنين. فبالتالي بعمل ديسكارد لهاي وديسكارد لهاي، لأنه الألفا تساوي ثلاثة والبيتا بتساوي اثنين، والشرط هذا هي متحقق، فبالتالي بعمل ديسكارد لهاي وهاي. فبالتالي احنا في المحصلة كم نود عملنا ديسكارد؟ عملنا ديسكارد لأربع ليف نودز، تمام؟ وما بتأثر على الفاينل ديسيجن. والكالكوليشن أنا عندي بيصير إيش؟ ثلاثة اثنين اثنين، بدون ما أطلع على هدول بهذا الشكل. فبالتالي الماكس تبعهم قديش؟ ثلاثة. أكبر منها وتساوي أكبر منها وتساوي اثنين. نعم. بس بتساوي وتمشي السبعة أكبر من ثلاثة. هاي هاي، أنا بختار المن، المن اثنين ولا سبعة ولا ثلاثة؟ اثنين. صح؟ صح، المن اثنين. تمام. الألفا قديش من فوق؟ ثلاثة. ثلاثة أكبر منها تساوي الاثنين. ترو، يبقى ديسكارد لهاي وهاي. تمام. طبعا الالجوريثم اللي شفنا الخطوات تبعته، هاي انت عندك الخطوة رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هذا البسودو كود تبعه. يبقى أنت عندك الفانكشن الكبيرة اللي هي ألفا بيتا ديسيجن. طبعا أنت بتستدعي المين فاليو، تمام؟ والمين فاليو هاي الإمبليمنتيشن تبعها اللي هو نفس الماكس. في الماكس أنت إيش بتاخد؟ الستيت والألفا والبيتا. هنا طبعا انت بتفحص انه هل هي تيرمينال عشان ترجع اليوتيليتي تبعتها. غير هيك لكل سكسسور ايش بدك تسوي؟ انت في الماكس بدك تستدعي المين، هاي المين، وفي المين ايش بتروح تستدعي؟ الماكس، وهكذا لغاية لما يصير في عندك ستوب من خلال هذا الكونديشن. تمام؟ يبقى هنا انه same as max value but the roles of alpha and beta reversed، تعكس الامور للالفا والبيتا. طيب هذا demonstration بيورجي لك ايش معنات انه range of possible value. بتفكر فيها زي هيك، يعني انت بتصير بتقول انه انت عندك minus infinity وانفينيتي، نزلناها هنا ماينس انفينيتي وانفينيتي. اجا عندي اول ليف نود قديش؟ ثلاثة. تمام، انت بتدور على المين، صح؟ مش هذا مثلث لتحت، بتدور على المين. من غير ما تطلع على هدول انت بتقول انه القيمة تبعتي حتكون اقل من او تساوي ثلاثة. القيمة تبعتها اقل من او تساوي ثلاثة. طيب طلع لي على النودس اللي هنا، انت بتقول ثلاثة وحاجة وحاجة، قديش الماكس؟ حيكون قيمة اكبر من او تساوي الثلاثة، لانه متأكد من القيمة هذه. تمام، هاي المبدأ تبعها زي هيك. نيجي للنود الثانية 12. هذا الارقام still valid، هذه الكونديشن still valid. بعديها 8، خلاص انترسيد مش اقل من او تساوي ثلاثة، ثلاثة تحديدا. تمام، لكن هنا ثلاثة ولا حاجة ولا حاجة؟ يبقى اكبر من او تساوي ثلاثة. تمام، هاي المبدأ تبع الالفا والبيتا بهذا الشكل، انه كرينج اوف بوسيبل فاليوز. واذا في اي منطقة لقيت انه الكونديشن تحقق، معنى ذلك انه خلاص. تمام، اجيت هنا اقل من او تساوي الاثنين
والألفا هنا 3 يبقى 3 أكبر من أو تساوي الاثنين، فبالتالي بعمل ديسكارد لهاي وديسكارد لهاي زي ما شفنا. تمام. الثانية هنا الفاليو هذه 14 مختلفة عن الشجرة هذيك. 14 حيصير أبديت للنود لأنه ال 14 مش هي الأقل. هنا اللي صادف الموضوع في الشجرة هاي إيش هو؟ إنه هنا 2 و7 و3، 2 هي الأصغر وطالع هي ترتيبها في الأول، لكن لو ما كانش ترتيبها في الأول إيش بدك تسوي؟ أبديت للبيتا باستمرار. يبقى هنا البيتا 14، في أصغر منها؟ آه في أصغر منها، إلغي ال 14 وصارت 5. النود اللي بعديها 2، في أصغر منها؟ آه في أصغر منها، إلغي ال 5 وحط 2. تمام؟ فبالتالي هنا إنه 3 قيمة أقل من أو تساوي الاثنين، لأنه هدول عملنا هونهم ديسكارد، هدول ما عملنا هم مش ديسكارد. تمام؟ ولا اثنين فبطلع القيمة 3. وين المفروض أعمل البرون لهنا؟ هذه أكثر من مستوى زي هيك. تمام؟ بدك تطبق نفس المفهوم. تمام؟ فعشان هيك أنا إيش بدي أسوي؟ عشان تتأكد حالك انه انت مستوعب الالغوريثم. شباب هنا التوبكس مرتبة زي ما احنا بناخدها بالضبط، انه احنا خلصنا هذا الامور، خلصنا الانتليجنت ايجنت سولفينج بروبلم سولفينج وهي الجيم بلاينج، ان شاء الله بنخلصه اليوم. تمام. المحاضرة الجاية رح نبدأ في الكتاب الثاني، رح نبدأ في شابتر 2 منه، هي الرابط تبع المحاضرة. طيب خلينا في المين ماكس. المين ماكس في عندك ارتكل هنا، وفي عندك لينك لجيت هاب. هذا الجيت هاب هذه عبارة عن تول بتساعدك انه انت تطبق المين ماكس الجورثم ويد الفا بيتا برونينج. هذا اللينك اعتقد انه بروكن، انه الديمو هاي. تمام. تضغط على هذا الديمو. هذا نود جي اس بالمناسبة، فانت اذا كان عندك في الجهاز نود جي اس ممكن انه انت تعمل له رن لوكالي. ايش في عندك هنا؟ ممكن انت تتحكم في الدبث. تمام. وممكن تتحكم في عدد البرانشز بهذا الشكل. احنا خلينا في شجرة مبسطة هيك شوي. تمام. وممكن تعمل راندوميزيشن للارقام اللي موجودة عندك تحت هنا، بحط لك ارقام عشوائية بجرب. طبعا هنا الفا بيتا البرونينج، في عندك طريقة تانية كات اوف، هذه لا مش مطلوبة منا، فانت خليك على الالفا بيتا. ايش الشرط؟ انه البيتا اقل من او تساوي الالفا. نفس الشرط تبعنا ولا لا؟ ايش الشرط تبعنا؟ كان الفا اكبر من او تساوي بيتا. هو نفس الكلام انه بيتا اقل من او تساوي الفا. تمام. هاجت هنا بتروح بتختار start animation. ممكن تعمل الحل يجيب لك اياه مرة واحدة، لكن الافضل انه انت تطبقه خطوة خطوة هيك. هاي انت عندك minus infinity infinity، رحنا على على اليسار نزلنا قيمة الالفا والبيتا. تمام. 9 عملت update للالفا، 0 تاخد البيتا عملت update للبيتا بتسعة. تمام. زيرو اكيد طبعا الزيرو اقل، فبتعمل ابديت للبيتا بزيرو. تمام. تطلع فوق تعمل ابديت بس بالعكس، البيتا هي اللي بتصير صفر، عفوا الالفا هي اللي بتصير صفر والبيتا انفينيتي. بعديها بتروح على الفرع هذا. تمام. صفر الالفا والبيتا انفينيتي. طبعا هنا هاي ماينس 7 عملت ابديت ل البيتا، والكونديشن انت عندك
تحقق انه الالفا اكبر من او تساوي البيتا او العكس البيتا اقل من او تساوي الالفا فبالتالي هذا بعمله ديسكارد. شايف كيف حط لك اياه خطوط منقطه تمام بهذا الشكل. طبعا افضل اشي انه انت ايش تسوي انه انت تروح تعمل جنريت لتري زي هيك وتحلها على ورق بعدها تحلها هنا تشوف حالك انه انت طبقت صح ولا لا عشان انه انت تتاكد انه انت مستوعب الالجوريثم ولا لا تمام. طب كسامري على الالفا بيتا برونينج احنا اتفقنا انه البرونينج ما بيأثر على النتيجة النهائية والهدف انه احنا نصغر الشجرة عشان انه نقدر نطبقها في العاب في جيمز انه الشجرة تبعتها كبيرة. معقول؟ لا تمام. لا شغال. شغال. تمام؟ يبقى هنا السب تري كلها بالكامل ممكن اعملها برونينج في حال انه يتحقق الشرط. تمام؟ اوكي؟ طيب نيجي لموضوع مهم جدا اللي هو الهيوريستيك او الايفالويشن فانكشنز. ايش تعريفها؟ انه انا بدي اعمل استيميت انه بورد معينه انه هاو جود لبلاير معين. انا كلاعب البورد هادي احسن لإلي ولا البورد هاي ايش بلزمني؟ يوتيليتي فانكشن بترجع لي سكور. هنا بترجع لي مثلا 7 هنا 5 7 افضل من الخمسة. تمام. هذا الكلام ممكن تختلف من لعبة للعبة. يعني على سبيل المثال انه اوثيلو يعني الحجار تبعت الطاولة الزهر بس بتلعبها على البورد تبعت الشطرنج. عارف هاللعبة هذه؟ تمام. فهذه هي الاوثيلو فبالتالي هنا number of black pieces. هنا في التشيس انه الـ value of all white pieces minus الفاليو تبعت الاول بلاك بيسز. هنا النمبر اوف وايت بيسز ماينس النمبر اوف بلاك بيسز. لاعب بيلعب بالحجار البيض والثاني بيلعب بالحجار السود فبالتالي انت كيف بتحدد حالك فايز؟ الحجار تبعتي اكبر من الحجار الوايت اكبر من الوايت من البلاك كنمبرز. لكن في الشطرنج ممكن الشغله هذه انه هي تفيد؟ لا لا تمام. فبالتالي بدك تدي ويت. كيف بده يكون الويت؟ على سبيل المثال انه بدك تعمل linear weighted sum للفيتشرز. يبقى الـ evaluation function بده يكون W1 F1 W2 F2 وكل W بدك تديها ويت. يعني على سبيل المثال F1 بدي اروح اعرفها هي عدد الـ white queens ناقص عدد الـ black كوينز. اف 2 ايش ممكن اعرفها؟ نمبر اوف وايت كاسلز ماينس نمبر اوف بلاك كاسلز. عدد القلاع البيض ناقص عدد القلاع السود. هنا زي ما انت شايف انه دبليو 1 على سبيل المثال راح اداها انه يعني ويت عالي 9. هنا مين اهم الكوينز ولا القلاع؟ الكوينز طبيعة الحال فبالتالي هذه بديها ويت أقل 4 مثلا. تمام. وبنيجي هنا مثلا على سبيل المثال F3 عدد الجنود البيض ناقص عدد الجنود السود. قديش الأهمية تبعتها ممكن أحطها؟ 1 2 زي هيك بهذا الشكل. فبالتالي هذا الكلام subjective ممكن يختلف من لاعب للاعب تاني. تمام. وبرضه بيعتمد على اصول اللعبه فبالتالي الهيوريستيك فانكشن هذه انه يعني ما دام انه انت اللي بتحطها انت اللي بتحددها
ممكن تختلف الهيوريستيك فانكشن وممكن يختلف اداء الالجوريثم حسب الهيوريستيك فانكشن. فبالتالي بتضل قديش الهيوريستيك فانكشن هذه بتعكس انه قديش البورد هذه انه افضل بالنسبه لك. ممكن حدا تاني يتطلع في الموضوع انه انا ممكن اسوي شغلات كثيره في القلاع اكثر من الكوينز, انه هيك طريقه اللعبه تبعته او من الوزير, او عنده بالنسبه له استراتيجيه الهجوم تبعته انه هو بيعتمد على الفيله او بيعتمد على الهورسز. فبغض النظر, فكل واحد انه بيدي لو بدي اضع فيتشر او عفوا ايفالويشن فانكشن ممكن تختلف من شخص لشخص, وهذا هو دورك. وانا يعني محل الاسئله هنا ايش بده يكون, انه بجيب لك جيم معينه وبعرفك على الرولز تبعتها وبدي اياك تشغل مخك, انه هذا هو المطلوب, انه انت تضع لها ايفالويشن فانكشن. ممكن تكون الايفالويشن فانكشن هذه عباره عن معادله واحده, او ممكن تكون زي هنا عباره عن لينير ويتد سام لمجموعه من الفيتشرز. تمام, هيك بنكون خلصنا الباب السادس من كتاب Artificial Intelligence Modern Approach. والمحاضرة الجاية بدنا نبدأ في الباب الثاني من الكتاب الثاني, حنحكي فيه عن Expert Systems أو Rule Based Expert Systems. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ لا, هو بس بدنا مثال للHeuristic Function غير الهاي. ماشي, ممكن اجيب لك المحاضره الجايه بعض الامثله ونشوف انه كيف انه المعادله تبعتها انه الصيغ تبعتها يعني بشكل مختلف, وبعديها بنبدا في الباب الثاني من الكتاب الثاني. يعطيكم العافيه.